أنا اسمي علا عبد الصبور. هشام، خلفنا ولد وبنت زي القمر. انتي ربنا يخليها لي. موجودة طبعاً. هتروح فين؟ موجودة. مامتي حبيبتي. مبسوطة جداً جداً. ما تسوق أسرع شوية من كده يا هشام. يعني عادي، يعني مش أنا مش ستريسد زيك. كله تحت السيطرة. فين طموحك يا علا؟ أنتي اخترتي الكارير وأنا اخترت البيت. طبعاً في المنغصات العادية بتاعت الحياة اليومية. أنا عايز مطلقة. هيندم وهيرجع وهتشوفي. اصل هيلاقي زي فين؟ في كل حته يا هبله. دول بنطرطين على الرصيفه. موف اون يا ماما، موف اون. سهله هي اصلها. طلاق هنا بالنسبه للرجاله افراج، بالنسبه للستات حبس انفرادي. فين؟ في حاجه؟ محتاجه خطه. مين اللي هيصرف علينا؟ علينا؟ اه هشتغل. انت بتهزري. الله، more Instagram material for me. أنا قررت أبيع الكريمات اللي بعملها في البيت. كل علبة من دول فيها حب الأم، فيها حنية البنت. أنت عندك معادلة شبه مستحيلة. امشي ورا إحساسك. You got feeling. ودلوقتي آن الأوان إنك تستمتعي بكل لحظة في حياتك. عارفة، أنا سمعت إن هما بيتكلموا في سن 40. غير كل حاجة، كل حاجة. البيت ده كان ناقص ضحك وفرفشة والله. البيت ده محتاج راجل يلمه. أنا